سلام، يوم تفرجنا في المقابلات ديال الكرة المغرب والسبليون، وان شاء الله نديو كاس العالم وتأهلنا وملكنا الله. السلام عليكم، حنا فرحانين بزاف لهذا المنتخب، ان شاء الله نتأهلوا وناخذوا كاس العالم ومبروك علينا. الرأي ديالك بخصوص الأداء اللي لعبت اليوم ركراكي؟ إن شاء الله كان مزيان بزاف، و تغلبنا على إسبانيا، تغلبنا عليها بزاف حيت أصلا هي قاصحة بزاف في الكرة، وإن شاء الله نكون حنا الفينال وناخذ المنتخب المغربي. كيفاش تابعتوا الأداء ديال المنتخب الوطني المغربي؟ كان مزيان بزاف، كلشي فرحان، كلشي كيشجع الوطن ديالو، يعني داكشي داز مزيان. الحمد لله، مبروك علينا، تأهلنا والحمد لله وكلشي مزيان. مرة أخرى إن شاء الله نربحوا الأخرين إن شاء الله. تأهلنا وربح المغرب، واخا ما حرفناش الحظ باش نسجلوا أهداف في الأشواط العادية والأشواط الإضافية، ولكن الحمد لله حرفنا الحظ وبعون الله سجلنا أهداف مقابل خنوا لي كلمة صراحة والله. والله كشخنا وكشخن مكشوخ. كشخنا كنقول تحية كبيرة للسيد وليد الركراكي، صراحة كان الخط الدفاعي ديالو قوي بزاف، من بين أقوى خط دفاعية العربية في تاريخ كأس العالم، وكنحيي المنتخب الوطني وحنا ديما معاهم وديما مساندينهم، علاش لا نوصلوا للنصف النهائي ولا النهائي ونديو حنا كاع كأس العالم. الحمد لله الصراحة والله العظيم ما تسووش الفرحة ديالنا، هذا هو أكبر إنجاز حققته يعني الكرة المغربية، وبالأخص دخلنا التاريخ. هذا الشيء راه يعني نورمالمون بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الركراكي حتى هو وبفضل الجامعه اللي حققت اللعب كاع المطالب. الحمد لله، شكرا بزاف. كانوا رجال بعد المعنى هذا، كان فيهم واحد الروح. الحمد لله انتصرنا، طلعنا للربع، والله العظيم الا كنا خايفين وشدت لنا واحد الخلعه ما تصورش. انا بعدا والله الا كيت واحد الوحده راه صافي، حيتاش كنحب الوطن، وصراحه ما تصوروش الفرحه ديالي. دابا كاع الشعب المغربي خارج، كلشي فرحان، كلشي زاهي، والحمد لله يا ربي تحقق الامنيه كاع ونديو كاس العالم. مازال لينا غير ثلاثه المقابلات، نتمنوا ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى يعاوننا ويوقف معنا. راه صوتي تبحبح من غير كنغوت وكنغوت. كيفاش تابعتوا المقابله ديال المنتخب المغربي؟ ما سمعتش السؤال مزيان. كيفاش تابعتوا المقابله؟ صراحة تبعنا المقابلة بواحد التخوف، بواحد الرعب. كنا صراحة والله العظيم أنا أوفقت شي محاولة ديال السبليون، يعني ما كنقدرش نشوف، خفت. وبالأخص الكرة الأخيرة اللي كانت في 90، يعني في آخر لحظة هذيك ما تصوروش كانت الخلعة ديالي، يعني خلعة صعيبة بزاف. الحمد لله، يعني هذا مستحق، هذا انجاز 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 الكره المغربيه. وشكرا كاع لاي واحد، كاع الرجال اللي تقاتلوا وحققوا هذا المبتغى هذا، ونتمنوا انه يكملوا ويحققوا الكاس العالمي ان شاء الله ولاول مره في التاريخ. شكرا. اولا السلام عليكم. اولا انا فرحان بهذه النتيجه هذه وبهذا الاداء ديال اللاعبين، خصوصا اللاعبين اللي استدعاهم وليد الركراكي، وفرحانين كمغاربه وكعرب غيكونوا فرحانين بهذا الاداء اللي درناه اليوم. وتنشكر ياسين بونو واللاعبين كاملين اللي تالقوا ولعبوا برجوله وما خافوش من الخصم رغم انه عنده تجربه. وديما المغرب وفق المنتخب المغربي بانه يحقق واحد الانجاز اللي هو انجاز تاريخي، تاهل للدور الربع النهائي من بطوله كاس العالم المنظمه في قطر. هذا انجاز تاريخي شرف به ورفع به راس العرب وراس افريقيا عاليا، والحمد لله هذا المجهود هذا اللي قام به المنتخب المغربي، نظيرا للتضحيات اللي قدموها اللاعبين والاطار الوطني وليد الركراكي، وكذلك الجمهور المغربي اللي ساند بقوه وبشجاعه وبروح وطنيه المنتخب المغربي. كنحيي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب على مساندتهم للمنتخب المغربي، ونتمنى ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يوفقنا في قادم الادوار ان شاء الله، وان شاء الله كنطمحوا اننا نحققوا الكاس ان شاء الله،
والحمد لله على هذا الانجاز هذا، فرحونا وفرحوا العالم كامل الاسلامي والعالم الافريقي بهذا الانجاز والعالم العربي بهذا الانجاز التاريخي. والحمد لله والحمد لله وديما مغرب. خرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.